خلن يا ولد شنو كيف يا تماس تماس كهربائي وقفوا انت ايش قد فوقه يا معود انت نزع القناع على الخاطر منين الله جابك تماس علي. تماس كهربائي منين الله جابك علي يا فقر خلل 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 شنو؟
عمودي يا ابو الهلال يا عمودي يا عبد الله يا ابويا يا عبد الله يا ابويا يا عبد الله يا ابويا يا عبد الله طقت الكهرباء كمان اخ يا عبودي يا ابويا يا عبودي يا ابويا يا عبد الله هرب تحت السوداء خلاص تمام تمام خلاص تمام
غلط غلط لا اختنق اختنق طلع البخاخ طلع البخاخ اصفر فنفرس فنفرس بس شيء شيله مدامه بس تشيله بس تشيله اي بس 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 اوف سند سند اختنق لا اختنق سند البخاخ البخاخ سند طير 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 سند سند يابا سند بس الطوخ قلب الهواء بس الهواء طول بس
طلع يا ولد بس ولا طلع يا ولد طلع هو صوتك في المطبخ بس كشوش لحظة طقت هاي كان لحظة لحظة طقت تعال بعيد عليه تعال بعيد عليه بعيد عليه بعيد 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 رجاءً كات رجاءً خلاص بس خلنا نرتاح اوف اخوك سيف البياتي شلونك حبيب مقفول مقفول لا تحاول لا تحاول لا تحاول لا تحاول سلاحك سلاح ما الله وديك اشكرك 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 يعني الله ما يخلصنا منك ما الله وديك سلاحك حاليا ما بي اي اطلاقه ما بي بجيبه احسن لك جيبه طنيا يم سيف ماكو امان معروفه من زمان اغيب 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 الناس تفكر كل بدايه سنه الا اني افكر كل نهايه لان رمضان بعيد فكره هالسنه ولدت بولاده خبيثه تختلف عن باقي السنين وأول ما نفذتها نفذتها بنفسي وأنا صرت أول الضحايا حتى على ضوءها أقيس مدى أذيتي على الضيوف لعدش قد أحبكم أنا ومو بس هاي الفكرة كل أفكار المواسمي أول ما أجربها على نفسي والحمد لله وبفضله تمت بالأجاعة ألقاكم فكرة جديدة ومقلب جديد والله المستعان مولانا قلبك يطلع هو الخسران الحمد لله والشكر لله على اتمام هذا العمل باجمل صوره يا رب ان شاء الله راح يكون المشاهد العراقي يستمتع بهذا العمل الجميل انا احب اشكر يعني شكر جزيل الى اخي وصديقي سيف البياتي والكوادر اللي موجوده اللي ساهمت حقيقه ما قصروا وشكر خاص الى قناه زاكروس الفضائيه وعلى رأسها ست هيفاء الحسيني وأيضا أقدم اعتذاري وشكري إلى جميع الفنانين اللي حضروا ويانا وسوينا بهم هذا المقلب أرجو أنهم ما يزعلون علينا ويبقون ويانا على تواصل وتحياتي لكم شكرا جزيلا حبايبي طبعا إحنا وصلنا لنهاية الحلقة وهاي حلقة الكواليس طبعا ما أعرف شلون يعني أعبر عن في داخلي بالفريق الحلو المتكاتف كل سنة ينزل وياي بالمقالب الأكشن ولادة الفكرة جتني قبل رمضان ذاك يعني شهرين رتبت الموضوع نولد عليها على وفقها السيناريو والترتيب الحلو طبعاً لا يسعني أن أشكر كل الكادر فريق العمل اللي يعني من بداية الحلقة البايلوت إلى الحلقة النهائية إحنا تعبانين حبيت أسوي هاي الكلمة على مود أشكر بيها كل من سندني وكل من
حاول انه ينجح هذا البرنامج ويطلع بابهى الصوره. طبعا اوجه تحيه خاصه الى اخي والصديق الكبير استاذ ليث موحان اللي هو كان يعني هو السند يعني شو نقول ركيزه البرنامج بصراحه احشدكم. وايضا تحيه خاصه الى اخي الصديق ايضا ركيزه سيف العراب اللي هو كان على مدار هذه الحلقات. طبعا هوايه والله يعني الفريق كله لازم واحد واحد بس انا بدي اختصر عليكم. ايضا شكر خاص الى كان في الاشراف العام الست هيفاء الحسيني وشكر ايضا الى المخرج فراس الراوي تحياتي الى اللي كان هو في الاشراف الفني. طبعا احب اعتذر باعتذار خاص الى كل ضيوفي اللي اذيتهم من صدق. انا احبكم كلش واي ضيف اللي يجيني انا احبه ولذلك السبب ده اسوي بيه المقلب. وختاما حتى ما اطول وياكم اشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه واشكر كل من ساندنا في نجاح هذا البرنامج والقادم اخطر وافضل. باي باي. حرسنا في الأرض العرب ومزت يوم عدوة